بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، ذكرنا أمور لا بد أن تعرف قبل الدراسة، أي لهذا المثل، أي متن الوصفية. منها لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لأنه سبب دخول الجنة. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: دخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة، حياة القلوب، أشرف العلوم فعال الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة وغير هذا. لماذا ندرس هذا المتن، أي متن العقيدة الواسطية؟ نعم. الحصر. وهو أيضا أحسن وأحسن ما أُلف في أبواب الكتاب. لأننا طلاب. الطالب لابد أن يرجع إلى العلماء الرباني. وهذا من أحسن ما أُلف في هذا الباب. وعناية العلماء وكثرة الشروحات عليه، وضع الله سبحانه وتعالى هذا المتن القبول في الأرض. وأن مؤلفه إمام معروف، وحسن التبويب والترتيب والجمع بين الأدلة. وفي هذا المتن أحسن أو من أحسن ما قيل فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، وغير هذا على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فتح الله عليه. غيره. نعم، ذكرنا طريقة السلف في دراسة هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. قلنا الأول ألا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم أحرص على العلم منا وأتقن الله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. ثم الغرض لا بد أن يكون من هذه الدراسة وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأننا نرجع إلى قواعد ثلاثة: القاعدة الأولى إثبات، والقاعدة الثانية تنزيه، والقاعدة الثالثة أن المعاني معلومة الكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. غير هذا. نعم. فهرسنا المثل، قلنا أن المثل هذا يحتوي على أمور، منها المقدمة، وهذا هو درس الآن إن شاء الله تعالى. ثم الأدلة من الكتاب، وقدم الأدلة من الكتاب، ثم بين منزلة السنة وذكر أدلة السنة، ونوع في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، كرر بعض الأدلة من السنة عمدا في المسائل التي وقع فيها خلاف في زمنه، وجاء ببعض الأدلة التي أثبتت بعض الأسماء والصفات مما لم يرد في القرآن، حتى أن يبين لك أن ما ثبت بالكتاب كذلك لا بد أن يثبت بالسنة. ثم بعد هذا ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، ثم بعد هذا ذكر طريقة أهل السنة العملية، وهذا من أحسن ما يكون، ثم ختم بخاتم وتبرر من حوله ومن قوته، ودعا الله سبحانه وتعالى بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منه. فتح الله عنه. غير. نعم. رأينا سبب تسمية سبب التسمية. قلنا أحد قضاة وارسل طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة بالأسماء والصفات، فأجاب رحمه الله، وأن ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة، كتبها بعد الصلاة الوسطى في وسط عمره، أن توسط فيها، وأن من الكتب السهلة لشيخ الإسلام، أو توسط وحمى ثم بعد هذا
دمر التنوري على قول. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة الاستهلال لما يعتقد. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بإرادة الأدلة من القرآن والسنة أولا قبل ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة أولا الاستدلال ثم بعد هذا الاعتقاد خلافا لأهل الباطل. فتح الله عليك. نعم. أخذنا شيء من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك طريقة شيخ الإسلام في التأليف أنه في كل مؤلفاته هو فيها قائل لا ناقل وكذلك وضع الله لها القبول في الأرض وأنه دائما يرد ولا أحد يرد على مؤلفاته وغير هذا من الأمور التي ذكرناها عنه. قلنا طريقة السنة والجماعة في ذكر تراجم العلماء أنهم يزنون بميزان الشريعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يقرأ لي المقدمة من حفظي؟ بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام نعم أبو العباس بن كيسان الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اقتداء بعلماء السلف وتيمنا وتبركا بدا بسم الله لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. ورشيد لو تخفض هذا قليل اقتداء بعلماء السلف وتيمنا وتبركا بدا بسم الله واستئناسا بحديث وإن كان لازم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم فيها من أسماء الله الله. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. وتقدم معنا في كتاب التوحيد أن العبادة تعرف باعتبارين باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل كما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. أما باعتبار العامل يتذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. ولا بد أن يجمع السائر في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء واجعلهما في جناحي الطائر لا يغلب جانب على جانب فيهلك. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. قيل أن الله أنه اسم الله الأعظم الله لم يسمى أحد بهذا الاسم مرجع لكل الأسماء إلا في النادر هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك في النداء لا تحذف الألف واللام في الله لكن تحذف مثلا في الحي والقيوم تقول يا حي يا قيوم. أما في الله قيل أن الألف واللام لا تحذف عند النداء. إذن أمور خمسة الله مشتق أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مشتقة يعني لابد أن يتضمن كل اسم صفة وليست جامدة. الإله الله مشتق من الإله أي المألوه أي المعبود محبة
وتعظيمه. اسم الله الأعظم مرجع لكل الأسماء، لا تحذف الألف واللام عند النداء، ومرجع لكل الأسماء. طيب، الرحمن والرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، أي بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد. يبدأ علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى المؤلفات بالحمد، بالحمدلة بعد البسملة. لماذا يبدأ العلماء بالحمد؟ اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمد ونستعين. وحمد الله موجب لبقاء النعمة، فيحمد العلماء في مؤلفاتهم، يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب وكذلك في آخر الكتاب. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. طيب، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، ولا يصح أن نعرف الحمد بالثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ما الدليل على أن الحمد ليس هو الثناء؟ الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. هذا فيه أن الحمد غير الثناء. ذكرنا فيما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة ويأتي بها. نعم، وهذا مما جعل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي أن الله وضع لها القبول في الأرض. الحمد لله الذي أرسل رسوله. أي رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق؟ كل الأنبياء والرسل، نعم. إذن هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي أرسل، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالهدى. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الهدى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الله؟ الصحيح الجمع بينهم: جاء ومعه الهدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، هذا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الهداية الثانية هداية التوفيق، هذا لا يملك أحد إلا الله. بالهدى هداية دلالة وإرشاد، وهداية أنه جاء ومعه الهدى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، أي العمل. الحق ضد الحق الباطل. فكل ما جاء عن الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام فهو حق. لكن مر معنا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل شريعة كانت قبل. فشريعة موسى عليه الصلاة والسلام في زمنه حق، لكن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كائن من كان، يهودي أو نصراني أو غير هذا. ودين الحق لماذا؟ قال: ليظهره. اللام هنا للتعليل، والظهور العلو، ومنه ظهر الدابة. هل الها هنا تعود على الدين أو على الرسول؟ تعود على الدين وعلى الرسول.
ليظهر الدين ويظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهادة قولية بإنزال القرآن عليه، وشهادة تقريرية بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل أقوام وينصر الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. وهذا تقدم معنا أن تحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ولا بد في لا إله إلا الله من شروط ثمانية تقدمت معنا، ولا بد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر وإيمان. لا إله نافي جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا العباد لله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. تقدم معنا أن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطل. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق. نعم. وكذلك كما شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والمنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على المبتدع. كذلك عبد لها معنى ثاني ولا بد الجمع بينهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية. ففي قول عبد هنا في الشهادة رد على طائفتين، الطائفة الأولى أهل البدع، والطائفة الثانية الذين يصرفون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الربوبية. ولا بد أن تجمع في الإقرار بالنبي عليه الصلاة والسلام تجمع له بين العبودية والرسالة، ولا يصح أن تقف على واحدة دون الأخرى. عبده ورسوله صلى الله عليه، الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها، من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية رحمه الله كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره، أنها على ما قال أبي العالية رحمه الله أنها ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة بها جلب الخيرات والسلامة دفع الآفات. وبهذا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد لا يقال السلام على الله، لأنه لا يدعى الشيء بالسلامة إلا وهو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. صلى الله عليه أثنى عليه الملأ وعلى آله. آل النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. هذا إذا ذكرنا الآل وأطلقنا، وإذا قال الآل والأصحاب والأتباع كان الآل هنا هم
قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم ومواليهم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله أي أتباع النبي وصحبه، الصحب جمع صحابي. من هو الصحابي؟ قال هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رد على أصح الأقوال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي دفع للآفات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يلحق ما يلحق البشر. نعم.